فما تفعل المعصية يفعل فيك، يفعل في بناتك، يفعل في أخواتك، يفعل في بنات عمك، يفعل في واحدة من جماعتك. تفاجأ في يوم من الأيام، هذه قصة كتبتها طالبة تدرس عندي في الجامعة، وهذه القصة أما سمعتها ونقلتها، تقول كما تدين تدان بالفعل. تقول نص هذه القصة، يقول تعرف شاب عمره 25 سنة على زميلة معه في العمل، مع مرور سنة من التعارف زالت العلاقة بينهم أكثر من الزمالة، ثم حصلت اتصالات، ثم خرج معها إلى أماكن عامة وإلى أماكن خاصة. كانت هذه الفتاة التي كانت دائما تهم بتفكيره، تشغله بالتفكير وهو يلعب بمشاعرها ويحاول أن يقترب من عفتها، فقد وجد منها ما يدعو لذلك، فهي تخرج معه بتبرج وسفور ورائحة العطر تفوح منها والضحكات المرتفعة، وهي لينة مع الرجال، فكل يوم تشجعه على الإقدام على أن يقترب منها ويقع بالفاحشة معها، فقرر فعل الجريمة وأن يقع معها في الزنا وعدها في شقة. قالت أنا عندي صديقة، هم صديقة هذه بعد ما عندها مانع، بس لو عندك أنت صديق علشان شوي عن الوحشة وصير اثنين باثنين. قال لها طيب. يقول فجبت الواحد من الربع ووعدته في الشقة وهي وعدت الصديقة هذه. قول فلما جينا، هذه رسالتها، قال فلما دخلت الصديقة ودخل هو والصديق، قال صرخ الشاب صرخة قوية وأخذ بالسكين من المطبخ وهو على الفتاة، إنها أخته الصغرى، أخته الصغيرة موديها شقة يفعلون بها كما يفعل هو في بنات الناس. هذه قصة واحد، كما تدين تدان. وكذلك قصة شخص آخر يقول كان عندنا صالون نسائي، وهذا الصالون كنا نحط فيه كاميرا صغيرة نراقب فيها الفتيات اللي تبي عندها زواج أو عندها عرس، يحطونها الكاميرا هذه، وأحيانا مع الأسف، مع الأسف وهذا لا يجوز وحرام، تذهب الفتاة فتتخلع من كل ملابسها إذا كان عندها عرس، من باب ينظفونها ويجهزونها لزوجها. فكان يحطون كاميرا إما وراء المراية ما تنشاف، أو تجرح المراية جرح صغير ويحطون وراها الكاميرا ما تبين ويحطون عليها زر. فكان مالك هذا الصالون يحذرها لي، قال دير بالكم لا تروحون الصالونات، لا تروحون كذا، وكل يومين ثلاثة اللي تشتغل عنده تجيب له فيلم جديد من بنات الناس وأعراض كل يومين، ويقعد في الديوانية مع الشباب ويشغل الفيلم وتعالوا شوفوا، وفرحان ويستانس في بنات الناس. وسبحان الله، وكما تدين تدان، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. ويجي واحد من زملاء ذاك اليوم قال يا شباب حصلت لي شريط ما في مثله، صدق ما عندك إياه. قال طيب، يقوم جابوا الشريط، ولا صالون مو صالون، صالون آخر، صالون شاب من الشباب وزميل من زملاء هم يصورون فيه. يقول فلما عرض بدأت الصورة من تحت وتطلع الصورة، كل إنسان لعابة، كل تكلم، كل مدعي عينه. قال فلما ارتفعت الصورة إلى أعلى فإذا هي زوجته، زوجة صاحب الصالون الأول. قال منين حصلت على الشريط هذا؟ قال والله في بنات جونة في صالون من الصالونات، راح البيت تهاوش مع زوجته تطاقق معها، قال والله اختي قنعتني وقالت لي صالون محترم ورحت معها أبي أتزين لك لا أكثر من هذا، وتسبب هذا في طلاق زوجته وفي خراب بيته. دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، وكما تفعل يفعل بك. واحد يقول لي كنا عندنا شقة من الشقق، يقولوا كنا نجلس في هذه الشقة، ففي يوم من الأيام، وهذه في الحقيقة قصة كذلك أكدها لشخص آخر أو أكدتها واحدة كتبتها، تقول كنا دائما نسهر في هذه الشقة، وهالشقة إذا سهرنا بها نتراهن، يصير بيننا رهن ويصير بيننا قمار، فتراهننا ذاك اليوم في آخر الليل على من فينا يستطيع أن يجيب له بنت في هالساعة هذه، ولها 500 دينار ساعة واحدة بالليل. كم واحد قال أنا أجيب لكم الآن. يقول فحطينا 500 دينار، ما هي لنص ساعة، اتصل على صاحبه له، يقول اتصل عليه ويقول احنا اكثر من 10، ودق عليها يقول وجاء طاير تمكجت وتبدلت وغيرت ملابسها وجاءت تركض الى الشقه. يقول دخلنا الشقه، فلما دخلنا الشقه جلست تغطي مغطيه وجهها عشان ما حد يعرفها حتى تتاكد من الحضور. يقول عندنا واحد زميل لدى زينه جيب لنا مشروب ما رجع الى الان. فلما تاكدت وهي مغطيه وجهها ان ما في حد يعرفها، رمت ما عليها وتخلعت وبدات ترقص، وحطوا الفلوس 500 دينار، طق الباب يقول ودخل صاحبنا الثاني اللي جايب المشروب، فلما دخل اسقط في يده، فاذا هي اخت المطلقه، اخت المطلقه قاعده بشقه قاعده ترقص لهم في محفل من الرجال. يقول تهول جاي من المشروب واخت امامه. وهذا كما تدين تدان، يفعل الله بك كما تفعل في بنات الناس. شنو موقفك لو تشوف لك واحد ماخذ اختك ومطلعها ومديها الشقه؟ شنو موقفك لو تشوف واحد ماخذ بنتك؟ شنو موقفك لو تشوف واحد ماخذ زوجتك وضحك عليها في الدوام مثل ما تضحك انت على بنات الناس؟ ايش موقفك كما تضحك على بنات الناس في العمل وتضحك عليهم في الدراسه؟ شنو موقفك لو واحد ماخذ اختك ومطلعها، طلعها مديها شقه، بيعلمها قران، بيعلمها الصلاه، بيعلمها شلون تزكي؟ اكيد 100% كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما، انه لا يريد منها الا الزنا، ولا يريد منها الا ان ياخذ شهوته وحاجته ثم يرميها كالبهيمه لا يسال بها. والقصص في ذلك. قدمت لكم هذه الماده من فريق جوال الخير.